حقق الفنان أحمد فلوكس نجاح كبير من خلال فيلمه اللي نزل في السينما 30 يوم في العز مع الراقصة الاستعراضية صوفي نار. بتدور قصة 30 يوم في العز عن مجموعة من المجرمين اللي بيهربوا من السجن ومعاهم راقصة أجنبية وبيحاولوا استعادة مالها ليلي، بيخص الراقصة دي اللي طبعا بتلعب دورها صوفي نار. طول ما انتوا في المهمة اوعوا حد فيكم يبصلها، لأنه لو بصلها هيرتاح لها، ولو ارتاح لها هيحبها، ولو حبها الخطة هتبوظ. مهمة في تل أبيب كانت أرحام. كاميرا أرابود قابلت الفنان أحمد فلوكس في لقاء خاص للبرنامج، كلمنا فيه عن كواليس الفيلم وعن تعاونه مع المنتج أحمد السبكي لتاني مرة. مبسوط جدا بتعاملي مع الحاج أحمد، وده تاني تعامل معاه. ساعة ونص نوعية وكان نازل في وقت، و 30 يوم في العز نوعية ونازل في وقت تاني. الحقيقة الحاج أحمد منتج شاطر جدا وبيفهم جدا، يعني ساعة ونص نوعية أفلام لوقت معين ونزلت في وقتها بنوعية معينة، كان ليها جمهورها وناسها والكاست بتاعها. احتكاكي مع حاج أحمد السبكي في 30 يوم في العز كان أكتر، لأن الأفلام دي بتبقى تحت مسؤوليته أكتر هو. وجهة نظره كان صحيحة جدا، إن هو فيلم عيد، والحقيقة هو فيلم عيد عشان كده معمول كوميدي، ناس عايز تضحك تبقى نازلة بعد رمضان، عايز تضحك وتتبسط عيد. فاختياره للفيلم ده كان صح جدا، اختياره للكاست صح جدا. بيعتبر الفيلم ده هو اول فيلم لاحمد فلوكس بيقرب فيه بشكل كبير جدا من المنتج احمد السبكي، وده اللي خلانا نساله عن التجربه دي ورايه في شركه السبكي. انا شايف انه راجل بيفهم جدا، وراجل بيفهم في المنتج، وبيفهم المنتج ده هيوصل لمين، وانا بكلمك بحكم ان انا خريج اعلام وقسم التسويق، فلازم لما بسمع حاجه من حد بشوف صح ولا لا، بالذات في موضوع التسويق ده. هو بيفهم جدا، بيفهم في السينما جدا، وبيدي دعم للشاطر جدا. أما عن سبب موافقته على المشاركة في فيلم 30 يوم في العز واللي بيقوم ببطولته، فاعتبر أحمد فلوكس إن الفيلم كان مناسب ليه جدا، وكشف لنا عن سبب المشاركة. الفيلم نازل في العيد في كوميدي وفي أكشن، وأنا جماعة النوعية دي ما عملتهاش قبل كده، شكل الكاركتر كان كويس جدا، والفيلم مناسب للوقت اللي هينزل فيه اللي هو العيد زي ما قلت لحضرتك. معمول دعاية كويسة، القصة ما هو أنت بتعملي قصة خفيفة لايت، يعني فيلم عيد ضحك، انا مش عامل فيلم عيد بالافلام عاديه، ضحك لي ان انت خش تتبسطي، وده من الحاجات اللي ابهرتني لما نزلت، ناس مبسوطه جدا. كتير من النجوم اللي بيمثلوا في افلام احمد السبكي في منهم اللي بيفرض شروطه من حيث شكل الدور او بيعترض على مشهد ممكن يكون مش عايز يعمله، يا ترى احمد فلوكس فرض شروط او هو كمان اعترض على اي مشهد من مشاهد الفيلم؟ انا ما عنديش ان انا افرض، انا اللي بختار، بس اقول هعمل ده او مش هعمله، ده اللي انا بقدر عليه، لان ما عنديش اللي انا افرض، وانا ما احبش افرض، ما فيش حد بيفرض حاجه، ده عيب. انت بيجي لك عمل او انت بتختار هتعمل ده او ما تعملوش، بس فانا هديلي اختيارات ليا فيها كده، ما عنديش. بس كمان في عدد من النقاد بيعتبر ان نوعيه الافلام اللي بتعتمد على وجود راقصه في الفيلم او مشاهد رقص بيكون فيها نوع من الابتذال. تعالوا نشوف احمد فلوكس هيرد ازاي على الكلام ده. على تاريخ السينما في العالم كله، بس انا هتكلم على مصر تحديدا، ما اتعمل بوس واتعمل رقص واتعمل، هل اياميها الافلام اللي فيها سامية جمال كانت مبتذله؟ لا طبعا، ومش مقارنه، انا مش بقارن، بس انا بحسبها كده. الابتذال ده انك تاخدي بتزهري شيء مبتذل بشكل مبتذل. لكن لما اعمل فيلم رومانتك فيه بوسه ده مش ابتذال. فلوكس كمان رد على الكلام اللي بيتقال ان افلام السبكي معظمها بتعتمد على نوعيه الافلام اللي بيكون فيها اغنيه ومشاهد رقص، واعتبر ان الفيلم كان مناسب جدا لموسم العيد. ساعه ونص في رقاصه؟ لا. من ظهر راجل كان في رقاصه؟ لا. شد اجزاء كان في رقاصه؟ حسب الورق وحسب النوعيه. انا عامل فيلم، الراجل عامل فيلم عيد وعايز الناس تتبسط وتفرح، فعامل بيعمل اغنيه ورقصه في الدعايه عشان الناس تيجي، لا فيلم عيد، هل ده معناه ان الفيلم وحش؟